السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفرج على الدكتورة هزاعة بن علي أبو شريدة والدكتورة راشد بن علي أبو شريدة والدكتور والكاتب عبد الله السالم بن ملهية والفقير لا محدثكم وكل ضعيف اللي مر العيد تلو العيد والرمضان تلو رمضان واللي سجنهم يحسب أنه أقوى من الله جل جلاله ولا يحسب أنه شرف الله ولا سعدد. حاكم الظالم ما يرتفع في عيون الناس مهما عمل. كثيرا من لمثل مرت عليكم التاريخ راحوا مزبات التاريخ. هذا باللي يخضع الرجال لك ولا لغيرك يلي ورا الأمر هذا من أوله إلى آخره سوف تراها في صحتك وفي أبنائك بمشيئة اللي ما تنام عيله. خفف من الصرعة علينا يا الصروع أتأخذ الدنيا بمن فيها هزو. جدكم خرز نعل أصحاب الدروع اللي مع من وحد الدولها غزو. وأنا أشوف الغطرسة مثل الشروع فالقتل ومن الشرك قد تصبح جزو. لو تزوي كفوف النشامى في كروع مضرها زويك لها لكن ازو. جعل الزمن يرجع مثل وجه الفروع اللي تعرفنها هي أغلى من بزو. ذويها وابناء عمومتها قروع لمرة قلوب العشاشيق ونزو.